خلاص العد التنازلي بدأ زي ما قلنا، كله بيتأهب لاستئناف الدوري مرة تانية، سواء على مستوى لعيبة، على مستوى جهاز فني، على مستوى حكام. اللي بصراحة لجنة الحكام برئاسة كابتن وجيه أحمد عملت حاجة حلوة جدا ومحفزة جدا علشان تقلل الأخطاء التحكيمية. عملت إيه اللجنة دي؟ النهاردة يمكن في جايزة كل اسبوع هتقدم لافضل حكم. كانت عمل الكلام ده قبل كورونا بشويه، تقريبا ماتش ماتشين حاجه زي كده، مش متذكره قوي، لكن الموضوع ده بيفعل دلوقتي علشان يرفع من تركيز الحكام دول، ما يكونش فيه اي احتجاجات من اي نوع على الاداء التحكيمي اللي احنا يعني شويه بنقعد نجادل فيه. طبعا يا كابتن هاني، زي ما احنا عارفين انه اللجنه كمان في وقت قبل كده اعلنت كامل ثقتها في الحكام، وده بعد قرارها انه خلاص ما فيش اي حكام أجانب، ما عدا طبعا المباراة الخاصة بالأهلي والزمالك، مباراة القمة، واللي المفروض هيكون ليها إن شاء الله أو هتتلعب يوم 22 أغسطس الجاري في الجولة 21 من بطولة الدوري. صحيح طبعا، أكيد كلنا يعني بنساند لجنة الحكام، وإحنا عارفين إن اللجنة كان عليها يعني التحكيم عامة في مصر أو في العالم كله بيبقى عليه جدل كتير جدا كتير. جدا، لكن أعتقد لجنة التحكيم النهاردة بتعمل جايزة أو مكافأة أو حافز أسبوعي لكل لكل حكم. ده أنا في اعتقادي حاجة جيدة جدا جدا جدا، وبتدي كمان الحكام نوع من أنواع التنافس، نوع أنه دايما الحكم عايز يبقى الأحسن، وده دايما موجود. لكن أعتقد الجائزة ديت يعني بتدي نوع كمان من التشجيع للتحكيم، وإن شاء الله كلنا نتمنى التحكيم المصري يظهر في أحسن صورة مع انطلاقة الدوري العام. واقفين ورا حكامنا أكيد، طبعا المنظومة كلها يعني مستعدة زي ما قلنا لحضراتكم، المنظومة الكروية. عايزين ناخد معانا كابتن احمد وجيه على التليفون. وجيه احمد طبعا. كابتن وجيه احمد، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منور البيت بيتك، وكل سنه وحضرتك طيب، ربنا يخليك. مبروك البرنامج. اهلا. ان شاء الله دايما بالتوفيق، ودايما ان شاء الله يكون برنامج موفق باذن الله تعالى. شكرا لك يا كابتن. قبل ان نبدا حديثنا عايز اشيد بحضرتك بصراحه، يعني احنا عارفين الضغوط الكبيره جدا جدا على الحكام وعلى رئيس لجنه التحكيم في الاتحاد الكوره، لكن عايز اشيد بحضرتك وبقول انت بتعمل شغل كويس قوي، يعني حضرتك قايم بشغل على اعلى مستوى. الجزء كمان اللي احنا لسه قايلينه في قناه النادي الاهلي وفي قناتنا وفي البيت الكبير، انك حضرتك كمان بتعمل جايزه اسبوعيه لكل حكم بتشوف ان هو ده الحكم المناسب او افضل حكم في الاسبوع. كلمنا كابتن وجيه على المنظومه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وايه الخطوات اللي حضرتك هتعملها او لجنه التحكيم هتعملها ان شاء الله عشان نطور التحكيم ونشوف ان شاء الله اداء جيد بدايه من استئناف الدوري ان شاء الله الاسبوع القادم. كابتن هاني، يمكن جايزه احسن حكم ان شاء الله الفتره دي يكون فيها تغيير، لان دخل عليها عنصر حكم الفار. طبعا حكم الفار دوره مهم جدا في الاداء التحكيمي، فوارد ان يكون الحكم الرئيسي او الحكم السفاره هو اللي ياخدها، وارد ان يكون الحكم الفار هو اللي ياخدها، وارد ان الحكم المساعد هو اللي ياخدها، لان من ينجح في المجموعه هو اللي هياخد الجائزه، وممكن كلهم يجيدوا في الاداء التحكيمي الجائزه، كل واحد فيهم ياخد جائزه، فجائزه مش معموله لواحد بس، لا، الحكم ممكن يكون بيأدي المباراة تخلص بأكمل أداء تحكيمي، ولكن ممكن الحكم بيبقى خد قرار خاطئ وحكم الفار صلحه له، ممكن الحكم يكون معظم قراراته صحيحة، وكل ما الحكم الفار بيشيك على الحالات التحكيمية أو بيعمل تشييك صامت على الحالة التحكيمية بيلاقي أداء الحكم بشكل مميز، فبالتالي هنا يبقى الحكم الرئيسي أداء مميز. الحكم الفار ممكن يصلح للحكم مجموعة من الألعاب طبقا للبروتوكول بتاع الأيفاب التابع للاتحاد الدولي، سواء إحراز الأهداف أو حالات ركلات الجزاء أو طرد اللاعب أو تحديد الهوية، دول أهم أربع عناصر في البروتوكول، وهم أهم أربع عناصر في تحقيق النتيجة بتاعت المباراة. يعني تخيل إن حكم بيحسب ركلات جزاء، حكم بيحسب أهداف، حكم بيطرد لاعب، حكم بيحدد هوية لاعب عشان يطرد. طيب كابتن وجيه، بالنسبة حضرتك في الأداء التحكيمي داخل الملعب، فعشان كده دول الأربع عناصر طب اللي هم تبع البروتوكول
بتاع الفار، فدول عناصر مهمه جدا. فممكن وارد ان يكون الحكم الفار هو اللي يؤدي دور مميز وممكن هو اللي ياخدها. فعشان كده انا بقول لحضرتك الجايزه الفتره دي مختلفه، كان زمان الحكم بياخدها او الحكم المساعد بياخدها، وارد جدا ان يكون الحكم الفار هو اللي ياخدها نتيجه اكتشافه مجموعه من الحالات التحكيميه المهمه اللي لها تاثير على نتيجه المباراه وبتاثر على الاداء التحكيمي في نهايه المباراه. هي ايه نوع الجايزه يا كابتن وجيه؟ الجايزه بتبقى جايزه يعني مش عايزين نقولها دلوقتي ومش عايزين خليها مفاجاه. طيب بس احنا متفائلين، يعني متفائلين بوجود حضرتك في رئاسة لجنة الحكام، لأنه بصراحة من ساعة ما جيت ما كانش في أي مشكلة من أي نوع لحد دلوقتي. الحمد لله. احنا عملنا 5 معسكرات الحمد لله، الخمس معسكرات نجحوا نجاح كبير، ما فيش أي مشكلة في الأداء التحكيمي. عملنا اختبارات يويو تيست لكل الحكام المشاركين. الفرق بين الاختبار اليويو تيست والاختبار البدني، انت داخل على مرحلة كابتن هاني كابتن، فدلوقتي احنا دلوقتي لو انت عملت اختبار بدني قوي ممكن تأثر على مجموعة من الحكام الكبار اللي عندك، يحصل اصابات بالظبط، يلاقي عندك مجموعة من الاصابات. فعشان كده عملنا حاجة اسمها يويو تيست، حضرتك تعرفه يا كابتن طبعا هاني. طبعا. يويو تيست هو قياس المستوى البدني لكل حكم، حكم مثلا 80%، حكم 70%، حكم 60%، عشان تبدأ بالأعلى بدني. بالتالي لما تبدأ بالأعلى بدني يبقى طبعا الأداء الفني هيبقى أعلى، لأن هو هيبقى قريب من الكرة، قريب من الأحداث، قريب من الألعاب. صحيح. فكل ده عناصر، وبعدين نبدأ بعد كده بال 70% يكون في العشر أيام دول اللي هيكون بدأ فيهم إن نسبة 80%، العشر أيام دول يكون 70% دخل واتمرن كويس. والحكام زي اللعيبه يا كابتن. بالظبط، الحكام زي اللعيبه، مع المباريات بتزيد اللياقه البدنيه، بتزيد اللياقه الذهنيه. فحضرتك عامل اللي هو الاكثر جاهزيه هو اللي يبدا لغايه زمايله ما تلحقه. تمام يا كابتن. طب هو ده المطلوب، ده العنصر المهم. بالاضافه طبعا ان بنشكر مجلس اداره الاتحاد الحقيقه، ان هو يعني للامانه وفر صرف كل المستحقات الماليه الخاصه بالحكام لغايه اخر 6 ماتشات في الفار في شهر 3، لغايه اخر توقف للمسابقه كان كل الحكام سواء القسم الثالث او القسم الثاني او القسم الاول الدوري الممتاز، مع المراقبين، مع كل العناصر الخاضعه لكره القدم او التحكيم المصري، الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه، صرفت كل المستحقات الماليه. وده شيء جميل جدا ان الحكام هتبدأ الموسم او هتبدأ استئناف المسابقه في الدور الثاني ان كل الحكام زيرو، ملهاش اي مستحقات ماليه لدى الاتحاد المصري لكره القدم، وده نجاح كبير للجنه الخماسيه. بالاضافه لتقنيه الفار، وتقنيه الفار ده عنصر مهم جدا طبعا، هيساعد في تحقيق العداله لاكبر مستوى، ده عنصر مهم جدا. بالاضافه برضو ان هو توفير المسحه الطبيه لكل حكم قبل اي مباراه ب 48 ساعه، الحكام بتعمل مساحات عشان يطمنوا على نفسهم، بحيث ان كل العناصر اللي تبقى موجوده على ارضيه الملعب سواء فرقتين او الحكام، بالاضافه للحكام الفار والايفار، كل العناصر الموجوده على ارضيه الملعب حتى في عربيه الفار كلهم سلام. وعشان كده بتمنى باذن الله تعالى النجاح للتحكيم المصري، والنجاح باذن الله تعالى لكل الانديه المصريه، خاصه النادي الاهلي والنادي الزمالك داخلين على بطوله دوري الابطال الافريقي، وبيراميدز طبعا معاهم، ان يكون النهائي مصري خالص والفرقتين يلعبوا في مصر باذن الله تعالى، ويكون المباراه النهائيه موجوده في مصر، واي من الاهلي او الزمالك او الزمالك او الاهلي ياخد البطوله هو شرف للرياضه المصريه باذن الله. الموضوع ان المسحه هتتم قبل المباراه ب 48 ساعه ده موضوع مهم جدا يا كابتن وجيه. المسحه قبل المباراه ب 48 ساعة. بتبقى الصبح، على اساس انها بتطلع ثاني يوم الصبح. لو في اي مشكله تقدري حضرتك انك انت تستدعي اي حد ابدل مكان اي حد عنده مشكله،
تبتدي تستدعي واحد مكانه ويعمل المسحه، تطلع تاني يوم اللي هي الخميس الصبح برضه يبقى عنده وقت ان يلعب الماتش الساعه 8 بالليل براح. فانت كل حاجه معمول حسابها. طب كابتن وجيه، ده بقى يخليني اسال حضرتك عن الحكام او تصعيد حكام جدد في الفتره اللي جايه، هل ده في النيه ولا لا مؤجل؟ حضرتك تقنيه الفار هو رخص بيديها الايفاب للحكام، الحكام والحكم الفار وحكم الايفار. الرخصه دي عشان تطبقي تقنيه الفار لازم اللي يلعب في دوري في تقنيه فار لازم يكون معاه الرخصه اللي بيلعب فيها في تخصصه. يعني ما ينفعش حكم معهوش رخصه حكم صفاره يحكم. مظبوط كده. بقول لحضرتك كل واحد هيلعب في الرخصه الخاصه بيه باستثناء الحكم الفار بس هو اللي مسموح له ان يلعب فار وايفار. ايوه انما الايفار مش مسموح له يلعب فار، انما لو معاه رخصه حكم الايفار يلعب حكم، ولو معاه رخصه ايفار يلعب فار. هي حاجه يعني هتلخبط حضرتك شويه، ولكن هي مجموعه من الرخص. اذا اللي حاصل على الرخصه بيلعب في التخصص بتاعه، احنا بس منتظرين المسابقه باذن الله تعالى تستمر شويه، فنعمل كورسات وندخل اعداد اكبر من الواعدين. ده اللي منتظرينه يا كابتن، عندهم فرص ان يشاركوا في المستوى الاعلى. بالاضافه برضو ان هنقدر نكتشف الحكام دي برضو في القسم الثاني لما يبدا، والقسم الثالث ان شاء الله نقدر نحط ايدينا على مجموعه من العناصر باذن الله على اساس ان هم ياخدوا فرص ونتعمل لهم برضو كورسات. طب دي حاجه كويسه بشكل مميز ان شاء الله. تمام يا كابتن. قبل بس ما نختم مع حضرتك سؤال فني سريع جدا، في بعض الدوريات الاوروبيه بيكون صاحب القرار في ضربات الجزاء هو يكون الحكم، دوريات اخرى بيكون الفار، عشان برضو الناس تفهم هو صاحب القرار في ضربات الجزاء في الدوري المصري القادم هيكون الفار ولا هيكون حكم الساحه؟ كابتن هاني، صاحب القرار الاول والاخير طبقا لقانون كره القدم هو الحكم الرئيسي، ولكن في بعض الدوريات الفار بيقول له ضربه جزاء من غير ما الحكم يبص. نوضح سريعا للناس يعني. كابتن هاني، في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي الحكم بتجيله الاشاره من الحكم الفار، فبالتالي بياخد القرار من الحكم الفار. وانا وجهه نظري ان ده يعني مش عايز اقول غلط، يعني الحكم بيقول له ما بيروحش يبص، هو بيقول له في ضربه جزاء وخلاص يبقى ضربه جزاء. ما بيروحش يشوف، بياخد القرار من 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 الحكم الفار اللي قاعد في غرفه الفار. فانا شايف ان ده الرؤيه اما بتبقى قرار واحد غير اما بتبقى قرارين. كل اللي انا اقدر اقوله ان الدوري المصري هيبقى الحكم بيصفر على ركله الجزاء، وهنا بيبقى برضو انا عايز اقول للعيبه ما تعترضش لان الحكم الفار هيشيك لسه على القرار، ولو موارد جدا ان القرار يكون خاطئ فيبلغ الحكم ويقول له انا شايف ان اللعبه ما فيهاش لمسه يد، انا شايف ان لمسه اليد الايد وضعها طبيعي، شايف ان العرقله اللاعب ضرب رجله في الارض وما كانش في عرقله. فممكن يجي يشوف يقول الحكم الفار يستدعي الحكم تعالى شوف ويحضر له الكادر اللي هو يقدر يشوف بيه الحاله التحكيميه، وهو جاي الحكم الرئيسي يتفرج على الحاله التحكيميه يتاكد من قرار الفار، يشوف ان قرار الفار صحيح ويلغي القرار اللي هو خده ويستأنف باسقاط. فدي من ضمن الحاجات اما بيبقى قرار واحد بياخده حكمين افضل من ان ياخده حكم واحد او تقدير حكم واحد. تمام يا كابتن، بنشكر حضرتك جدا، نتمنى التوفيق للجنة التحكيم وان شاء الله نشوف تحكيم المصري باذن الله في تقدم مستمر.